العراق أعلن تعطيل جميع المدارس الإسلامية احتجاجا على هدم إرهابيين لمقام الصحابي الجليل حجر بن عدي. وحزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي يعتبر الجريمة تعبيرا عن فكر الإرهابيين التكفيري الخطير. تلقى العراقيون بغضب شديد جريمة نبش قبر الصحابي الجليل حجر بن عدي في سوريا، فقد عطلت جميع المدارس الإسلامية في العراق اليوم دوامها احتجاجا على هذه الجريمة واستجابة لدعوة أطلقتها مراجع الدين الكبار في النجف وكربلاء وبغداد. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه المرجعيات الدينية تلك الجريمة نتاج فكر تكفيري خطير يبغي الإجهاز على الإسلام المحمدي الشريف، شدد حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء نور المالكي على وصف الجريمة بفكر منحرف يمثل أجندات يراد منها تفتيت وحدة المسلمين وزرع الفتنة المذهبية، مؤكدا إن هذا العمل الجبان يندرج ضمن ضغوط متعددة تتعرض لها سوريا لدفعها على تغيير بوصلتها للمقاومة. يريدون أن يخلقوا بعدا طائفيا، وكل هذا من أجل قتل الشعب السوري، ولا يمكن لأحد أن يتصور أو أن يكون حقيقة في خلل في عقله يعتقد أن التغيير ما بعد الحكومة السورية الحالية سينتج سوريا جميلة أو جديدة أو متطورة. سوريا إن سقط نظام الحكم فيها، وهذا ما تدفع إليه إسرائيل وأمريكا ودول الخليج، أنا أعتقد يريدون أن يخلقوا أربعة من سوريا على أبعاد دينية لكي تكون خادم إلى الدولة الصهيونية المجاورة إلى سوريا. ويوما إثر يوم تكشر العصابات الإرهابية عن أنيابها ونتانة فكرها الطائفي الإجرامي، ويوما إثر يوم تجد الإنسانية نفسها أزاء تحديات دموية تدميرية لا بد من مواجهتها حتى الإجهاز عليها تماما. نادية العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد.